أو طموحاته مع جمال العلم، لكن ليست محصورة في مجال العلم فقط. نعم. ولكن الكفيف هو إنسان عادي في العلم يتعلم، في مجال الحياة ما المانع أن يكون مزارعاً وصانعاً؟ وما المانع أن تكون يعني البنت الكفيفة ربة منزل على أكمل وجه؟ يعني اسمح لي أقول أتسع بحضرتك في موضوع الطموحات، ليس في مجال العلم وفقط يا دكتور. نعم. إحنا كمكفوفين اسمح لي أقول إن الكفيف مش عاجز. صحيح. وقد يكون كف البصر نعمة من نعم الله عز وجل، كما قال الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. الله. زي ما قال سيدنا ابن عباس: إن يذهب الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور، وعقلي زكي وقلبي ما حوى دخل، ولي لسان صارم كالسيف مسلول. وكما قال الآخر: يعايرني الأعداء والعيب فيهم، وليس بعيب أن يقال ضرير. نعم. إذا أبصر المرء المروءة والوفا فإن عمى العينين ليس يضير، رأيت العمى أجرا وزخرا وعصمة، وإني إلى تلك الثلاث فقير. الله. يعني كف البصر مش كارثة ولا حاجة أبدا، زي ما رأينا في بعض الأسر، واسمح لي أكون واقعي وواضح، في بعض الأسر وللأسف يكون عندهم إحراج شديد في المناسبات، في الأفراح والمناسبات، أن يظهروا الإنسان ذوي الاحتياجات عندهم فيخبئوه وكأنه عورة وكأنه عار وكأنه عيب، لدرجة إن هو ربما وضعوه في حجرة فوق أسطح المنازل أو كل ما حتى لا يراه أحد، حتى لا يراه أحد، وكأنه عورة وكأنه عيب، هذا خطأ وكأنه عار. أما نحن بفضل الله عز وجل، الحمد لله، فقد نشئنا بفضل الله عز وجل في بيت، يعني لله الحمد والمنة، أب وأم يعني أخذ على أنفسهما العهد منذ الصغر بالنسبة لنا أن ننشأ وإحنا ثلاثة مكفوفين في بيت واحد يا دكتور. سبحان الله. إيه سبحان الله. أختي الكبرى هي الآن يعني معلمة لكتاب الله عز وجل منذ ما يزيد عن 40 سنة. ما شاء الله. وأنا ويوم أن حملت أمي أطال الله وأمد في عمرها على طاعتي، لما حملت بأختي الصغرى ورأت في المنام أنها تكون كفيفة، فأقسم عليها أبي بالله أن تحافظ عليها، وقال: هذه هدية ثالثة من الله عز وجل. وفي آخر عمر أبي قال: تمنيت من الله عز وجل أن يكون أولادي جميعا مكفوفين لما رآه من بركة القرآن في بيتي. ما شاء الله. ما أقول شاء. لو تحدثني عن الطموحات في بداية العمر بالنسبة لنا يا دكتور، أقول لحضرتك أول طموح كان بالنسبة لي أن أحفظ كتاب الله عز وجل، ومش ناسي أبدا موقفي وأنا أذهب إلى الكتاب وأنا ابن الساد وأنا في السادسة من عمري، وأنا أقول لأختي الكبرى أم إسلام: أسأل الله عز وجل أن يمد في عمرها على طاعته، تكري إن أنا رايح النهاردة الكتاب، هحفظ النهار القرآن كله النهاردة، وآخر النهار هاجي حفظه كاملا. هذا كان طموح لك. طموح لي إن أنا أحفظه في يوم واحد. السادسة. السادسة من عمري. الله. وأنهيت القرآن بفضل الله عز وجل في 3 سنوات بفضل الله ومنتي. حفظت سورة البقرة في 19 يوما بفضل الله عز ما وجل شاء الله. ما وهذا شاء الله. بفضل الله عز وجل، ثم بحب أبي وأمي لكتاب الله عز وجل. لا أنسى أبي وقد اصطحبني في حله وترحاله، في حتى في الحقل وهو يعمل في حقله كان يصطحبني، لأنه كان حافظا لكتاب الله ويقرئني من حافظته. ما شاء الله. الآن يا شيخ عبد الحميد، طموحاتك، آمالك، تطلعاتك. شوف يا دكتور، احنا زمان اقول لحضرتك اتبهدلنا عما تعلمنا، عشان كنا نسجل شريط ربما كان هذا بشق الانفس، لاني ثلاثة مكفوفين في بيت واحد يا دكتور، واحنا المواد الازهريه كثيره جدا، البيت وحده لا يستطيع ان يوفي بهذا الامر. ولذلك بفضل الله عز وجل بعد ان انهيت جامعه الازهر وعينت اماما وخطيبا، طموحاتي الان وقد نجحت في هذا الطموح الا اعيش لنفسي فقط، ما شاء الله، وإنما يعني كما قالوا: ما عاش من عاش لنفسه. فبدأت مع يعني إخوة محبين للخير، وكوننا فريق تحت مظلة جمعية خيرية، هي جمعية النخلة الخيرية بالدقهلية عندنا في مصر، وأنشأنا فريق عيون ذوي البصائر لخدمة المكفوفين، بنسجل لهم الكتب بفضل الله عز وجل الدراسية ما شاء الله، والكتب الدينية والثقافية. كل كفيف يحب أن يسجل شيئا
بفضل الله عز وجل ما هي إلا ساعات، ويسجل له هذا الكتاب، هو يبعث بالكتاب يرسل به على النت، على الواتس، على أي وسيلة من التليجرام أو ما شاء، ثم تسجل له هذه الكتب. يعني سبحان الله، ربنا عز وجل بيسوق لنا طائفة يعني عظيمة جدا جدا، وأكرم بها يا شيخ، وأكرم بها من طائفة ما شاء الله، ومن تطلع ومن طموح يعني عالي، كتب الله أجركم وزادكم من فضله. يعني هذه الفكرة يا دكتور نجحت بفضل الله عز وجل، عندنا مئات من المكفوفين من المرحلة الابتدائية ما شاء الله إلى الدكتوراه، عندنا يعني الكثير والكثير ناقشوا الدكتوراه في الأزمنة ما شاء الأخيرة الله. من هذه الكتب، من هذه الكتب لا حرمكم الله أجرها يا شيخ، والحمد لله على الحمد كل لله. الحمد لله، شكرا لكم. زمان الخير قد حان وقد صرنا به الآن.